السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. جاتكم اليوم اختبار الفصل الثاني في مادة التربية المدنية. إذا عجبكم الفيديو ديروا له لايك، ما تنسوش تدعموني باشتراك في القناة فضلا وليس أمرا، وتفعلوا زر الجرس ليصلكم كل جديد. والآن نبدأ على بركة الله. التمرين الأول: صنف في الجدول التالي ما يلي: الحرية والعيش في سلام، حب الوطن والوفاء والإخلاص له، العلاج والرعاية الصحية، توفير السكن، المحافظة على خدمة المجتمع، أداء الخدمة الوطنية، حقوق المواطنة، واجبات المواطنة. التمرين الثاني: أكمل ملء الفراغات لتعريف الانتخابات. التمرين الثالث: تعتبر الطفولة من أهم المراحل التي يمر بها الإنسان في حياته، وأقرت المنظمة العالمية لحقوق الطفل يوما عالميا لهم. ما هو تاريخ هذا اليوم؟ اذكر 4 حقوق من حقوقك. والآن شوفوا الإجابة: حقوق المواطنة، الحرية والعيش في سلام، العلاج والرعاية الصحية، توفير السكن، واجبات المواطنة، حب الوطن والوفاء والإخلاص له، المحافظة على خدمة المجتمع، وأداء الخدمة الوطنية. عملية الانتخاب هي عملية إجرائية للتعبير عن الرأي واختيار الأشخاص القادرين على تحمل المسؤولية. تعتبر الطفولة من أهم المراحل التي يمر بها الإنسان في حياته، وأقرت المنظمة العالمية لحقوق الطفل يوما عالميا لهم. تاريخ هذا اليوم هو 1 جوان. ذكر 4 حقوق: الحق في الاسم عند الميلاد، الحق في التغذية الجيدة، الحق في الرعاية الصحية، والحق في التربية والتعليم. وإلى الملتقى إن شاء الله في فيديو جديد، ومع السلامة.